العربي المناهض للحرب على قطاع غزة، إذ يستمر طوفان المظاهرات في عدة دول غربية. فقد فرقت الشرطة الهولندية بالقوة مظاهرة طلاب معتصمين في محيط جامعة أمستردام احتجاجا على استمرار الحرب على قطاع غزة، ورفع الطلاب المعتصمون شعارات تنادي بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وينضم إلينا عبر الإنترنت من اعتصام جامعة إيندهوفن محمد قطيش، أحد الطلاب المشاركين في الاعتصام. محمد، أحييك على الجزيرة مباشر. كنا نتابع فض اعتصام في أمستردام، أو على الأقل تعامل خشن من الشرطة مع الطلاب المعتصمين. ما الوضع عندكم في إيندهوفن، وهل هناك تعامل خشن تم من قبل الشرطة معكم أم لا؟ حياكم الله. اليوم في مدينة إيندهوفن كان تعامل الشرطة وتعامل الجهات المسؤولة عن هذا الاعتصام في الجامعة تعامل مختلف عن أمستردام، وخاصة بعد أن أثبت أن هذا الحراك الشبابي وهذا الحراك الطلابي أثبت أنه في كل مرة يتم استخدام العنف وفي كل مرة يتم قمع المتظاهرين كان يأتي الرد في اليوم التالي بأعداد متظاهرين أكبر، بأعداد طلاب تشارك في الاعتصامات بشكل أكبر. هذا الحراك الذي بدأ منذ يوم السادس من أيار مايو في أول يوم في جامعة أمستردام، حيث تجمع مجموعة من الطلاب والمتضامنين وقاموا باحتلال أحد الأبنية واحتلال أحد الساحات لجامعة أمستردام وأعلنوها كمنطقة محررة، أي أنها منطقة لا تتعامل مع الاحتلال. وكانت مطالب هذا الطلاب كانت مطالبهم واضحة. المطلب الأول كان هو الكشف عن جميع العلاقات التي تحملها هذه الجامعات العلاقات التي تمتلكها الجامعات مع الاحتلال. والمطلب الثاني كان هو المقاطعة الأكاديمية للاحتلال ولجميع المؤسسات الإسرائيلية والصهيونية التي تشارك في هذه الإبادة الجماعية في غزة. والمطلب الثالث كان بعد المقاطعة سحب الاستثمارات أيضا من الاحتلال الصهيوني وسحب الاستثمارات من المؤسسات التي تشارك في المقاطعة في هذه الإبادة. بعد ذلك قامت الشرطة الهولندية في اليوم الأول في مدينة أمستردام في جامعة أمستردام بقمع المتظاهرين، وأيضا أرسلوا بعض البلدوزرات لإزالة الحواجز البدائية التي أنشأها المتظاهرين لحماية أنفسهم من المعتدين من الخارج من الصهاينة ومناصريهم. وهذه الاعتداءات أسفرت عن اعتقال أكثر من 160 شخص في ذاك اليوم، جلهم من الطلاب. هؤلاء الطلاب كانوا فقط متظاهرين سلميين لم يفعلوا أي شيء. في اليوم التالي للتظاهرات تكرر نفس الموضوع، واشتركت جامعات أخرى أيضا في هذا الحراك، حيث أن جامعة أوترخت أيضا انضمت للجامعات المشاركة بعد أمستردام. وفي اليوم التالي زاد القمع وزاد العنف المستخدم من قبل الشرطة، حتى أن الشرطة الهولندية يعني وصلت لمرحلة استعمال أسلوب من الصهاينة وهو أسلوب المستعربين، حيث أن بعض الشرطة الهولندية كان يرتدي الكوفيات ويرتدي الأعلام الفلسطينية ويخرج من بيننا ليعتقل أحد المتظاهرين وأحد الطلاب ثم يذهب به لباص الشرطة. هذا القمع موجود، هذا القمع كان ضد متظاهرين سلميين، ضد طلاب يمارسون حقهم الدستوري، ضد طلاب لا يخالفون أي قانون، ضد طلاب مطالبين فقط بوقف الإبادة الجماعية ووقف العمل مع كل من يشارك في هذه الإبادة الجماعية. نعم، وأنت تقف الآن أنا أرى خلفك بعض زملائك الطلاب وهم يحملون الأعلام الفلسطينية في الجامعة. كيف تعاطت إدارة الجامعة مع مطالبكم واعتصامكم محمد؟ تقريبا على بعد يوم أوترخت في البداية كان الرفض تام وكامل ولم يكن أي مجال للحوار، وكل ما كان تقدمه الجامعات كان عبارة عن وعود بأنهم سينظرون للموضوع.
ولكن بعد اول 3 ايام من الحراك وبعد ان راى بعد ان رات الجامعات ان في كل مره يقمع فيها الطلاب ياتون باعداد اكبر وتنتشر الموضوع في جامعات اكثر، حيث انه اليوم بعد اسبوع من هذا الحراك وصلنا الى 5 جامعات. وهنا اختلف الموضوع، اليوم هو اول يوم لا يتم فيه القمع الا في جامعه امستردام، وفي باقي الجامعات الاخرى الاربعه المشاركه تم السماح للمتظاهرين باقامه مخيمهم. هذا الحدث لم يسبق له في تاريخ هولندا أن تسمح الجامعات لمتظاهرين بأن يبقوا على مخيمهم، ولكن الثبات والأعداد الكبيرة التي شاركت بعد القمع والعنف من الشرطة الهولندية وبعد التعنت من إدارة الجامعات أثبت أن هذا جيل الطلاب القادم ليس جيلا يتم الضحك عليه بسهولة. نعم محمد، أنا أريد أن أفهم منك مسألة، هل غالبية الطلاب المشاركين في هولندا في ايندهوفن أو في أمستردام أوتريخت إلى آخره، هل من خلفيات عربية وإسلامية أم حتى من الطلاب الهولنديين؟ على النقيض، من أخذوا المبادرة كانوا طلاب من خلفيات غير مهاجرة، السواد الأعظم من الحضور هم أيضا من خلفيات غير مهاجرة. هذا ليس فقط في الحراك الطلاب ولكن أيضا في الحراك بشكل عام في هولندا، الحضور ونسبة المهاجر ذوي الخلفيات المهاجرة إلى نسبة ذوي الخلفيات غير المهاجرة هي النسبة الأكبر. هؤلاء الناس الأوروبيين من أصول أوروبية هم الأناس الذين يأخذون المبادرة الآن، هم الأناس الذين ينزلون إلى الشوارع في كل يوم سبت وأحد، هؤلاء هم نفسهم الطلاب الذين يخرجون في جامعاتهم. هؤلاء الطلاب هم أكبر إثبات أن الرواية الفلسطينية هي الرواية المقنعة، وأن الرواية الإسرائيلية والبروباغاندا الصهيونية لم تعد تقنع أحد، وأن هذا الكيان أصبح الآن كيانا متهم بالإبادة الجماعية، وخاصة أنه تم اتهامه هنا في هولندا في لاهاي. فهذا الكيان أصبح مثل شيء يريد الجميع الابتعاد عنه، وهذا حرك شيء كبير عند الطلاب وعند الأجيال الجديدة من الهولنديين ومن الأوروبيين ذوي الخلفيات غير المهاجرة ليقولوا كلمتهم بكل وضوح، ليقولوا مطالبهم بكل وضوح بأنهم يقفون على الجانب الفلسطيني. محمد قطيش أحد الطلاب المشاركين في اعتصام جامعة ايندهوفن في هولندا، شكرا جزيلا لك محمد. ومن هولندا إلى بريطانيا، حيث يواصل طلاب عدة جامعات اعتصامهم المفتوح تضامنا مع غزة للأسبوع الثاني، ورحب المعتصمون بتقارير عن قرار كلية ترينتي سحب استثماراتها من شركات تصنيع عسكرية، ويطالب المعتصمون إدارة جامعتهم بالكشف عن استثماراتها في شركات يعتبرونها متواطئة في جرائم حرب إسرائيلية ويطالبون بسحبها. كما دعا المعتصمون إلى إنهاء الشركات الأكاديمية أو إنهاء الشراكات الأكاديمية مع جامعات إسرائيلية. حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الإنترنت من مقر الاعتصام بجامعة نيوكاسل في بريطانيا الطالبة حفصة عمر. حفصة، أحييك على الجزيرة مباشر، والحقيقة دعيني أتعامل معك كمراسلة، يعني اسمحي لي بذلك، يعني أريد أن تنقلي لي الصورة الآن وهذه الأعلام وهذه المخيمات حفصة، وطبيعة هذا الاعتصام الآن، تفضل. السلام عليكم وجزاكم الله خير أنه دعمتوني هنا. العربي والتي شوي عمانية فبير with me. احنا الحين جالسين هنا في مخيم لليوم 13 تقريبا، وعندنا متطلبات وجالسين نحاول نسوي لقاء مع الفايس شانسلر اللي هو كريستي، وهو عبارة عن الرئيس من الراسل جروب والجامعات الراسل جروب. فمثل ما عندنا في الايفي ليج في امريكا عندنا جامعات تتفوق في إنجلترا منها جامعة نيوكاسل، ورئيس هالجامعات جالس عندنا كريس داي، فجالسين نحاول نسوي معاه لقاء عشان نشوفه ونناقش المتطلبات اللي احنا جهزناها للجامعة اللي تتشابه المتطلبات الجامعات الثانية في كل مكان، اللي هم المقاطعة التامة والإعلان بكل العلاقات اللي عندهم مع جامعات إسرائيلية وشركات إسرائيلية وشركات موجودة على البي دي اس، ونطالب إنه الطلبة والستاف الانفولفد في هذه الحركة إنه يكونوا عندهم دعم من الجامعة، ونطالب إنه الجامعة
تعترف بالإبادة الجماعية وتعمل بريس ريليس عشان سيس فاير وإيقاف إطلاق النار، ونطالب أخيرا إنه الجامعة تساعد وتساهم في بناء غزة من جديد، وخاصة في بناء جامعات غزة من جديد. هاي المتطلبات اللي عندنا، عندنا ناس من كل الأنواع والأشكال ومن كل الباكجراوندز معانا في الكامب والمخيم، وحصلنا سبورت ودعم من السنت يونيون واليونيونز الموجودة لوكلي ولله الحمد. حفصة، حتى هذه اللحظة كيف تعامل إدارة الجامعة معكم ومع مطالبكم؟ للأسف الشديد الجامعة ما راضي تشوفنا وما راضي تكلمنا وتناقشنا، وكان في للأسف الشديد تعامل مع العنف مع الطلبة قبل كم يوم. يوم الأربعاء كانوا طلبة واقفين حاولوا يدخلوا مبنى من مباني الجامعة، والسيكوريتي تعاملت مع الطلبة بالعنف، وتعرض كذا طالب للعنف تحت السيكوريتي من الجامعة. في ناس عندهم bruises، في ناس they were held in a chokehold للأسف الشديد. ولين الحين ما حصلنا أي اجتماع مع الفايس شانسلر، بس we are looking forward، وإن شاء الله في خلال الأسبوع القادم بنسمع أخبار من إدارة الجامعة عشان نسوي اجتماع مع الفايس شانسلر. كيف الإعلام البريطاني يتعامل مع مظاهرتكم؟ يعني هل أنتم تتابعون كيف هي الصورة في الإعلام البريطاني بشكل عام لهذه التظاهرات حفصة؟ أيوة، نتابع بدقة. في طبعاً في شركات الإعلام تمدح فينا أو على الأقل تسوي ريبورت للحقيقة وتعطي المعلومات كما هي. في شركات للأسف شوية تزيد وتبالغ. في جريدة على فكرة يعني سوت ليك المعلومات، طالب تكلم وياهم رغم أنه هو قال يريد يحط his details safe. ففي عنا شوية backlash من الميديا، بس overall ولله الحمد عنا positive interaction وinteraction إيجابي مع شركات الميديا اللي موجودة هنا. هل هناك أي تهديدات من إدارة الجامعة بفصلكم مثلا لا قدر الله كما حدث في الجامعات الأمريكية أم لا؟ لا، ما عندنا أي تهديدات للفصل، ما عندنا أي شيء حاليا للحين. ما هم يعني they've acknowledged us as such. حاولوا يسوي اجتماعات، احنا نحاول نسوي اجتماع مع الفايس شانسلر. ما عندنا أي تهديدات بالطرد، بالعكس student union إنسان دينا ودعمينا بشكل غير طبيعي. يعني it's very very supportive and we really appreciate it. من الكهرباء للحمامات للأكل كل شيء هم مساعدين، بس هذا student union مش الجامعة نفسها. أنا بشكرك شكرا جزيلا حفصة، أكثر من شكر، شكرا لقيامك بدور المراسلة، وشكرا آخر لكونك ضيفة معنا أيضا. حفصة عمر الطالبة بنيوكاسل في بريطانيا، شكرا جزيلا لها. ومن بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ففي رسالة لأكثر من 200 أكاديمي في جامعة شيكاغو أكدوا اعتراضهم على نشر الشرطة المسلحة ضد المتظاهرين الطلاب السلميين، مؤكدين أن طلب الشرطة لفض اعتصام الطلاب الأسبوع الماضي يعد تخليا عن مبادئ حماية حرية التعبير، وأن إدارة الجامعة قيدت حرية التعبير بدلا من حمايتها واختارت القمع العنيف للمعارضة. من واشنطن ينضم إلينا الزميل إيهاب العبسي مراسل الجزيرة مباشر. إيهاب أحييك، لكن دعني أبدأ من الخبر الذي قرأنا، رسالة من 200 أكاديمي في جامعة شيكاغو يبدون اعتراضا على نشر الشرطة المسلحة. هذه الرسائل كيف هي وقعها بشكل عام على إدارات الجامعات على الرأي العام الأمريكي؟ إيهاب، لو هناك يعني جديد في هذا السياق. نعم أحمد،
أثر هذه الرسائل حقيقة في الجامعات هو كبير، لأن الأكاديميين في هذه الجامعات هم أعضاء الهيئة الأكاديمية التي يحق لهم التصويت على انتخاب رئيس أو رئيسة الجامعة، وبالتالي الاعتراض على الفض الشرطي للاعتصامات الطلابية هو مسألة خطيرة. بالفعل في عدد من الجامعات يجري حاليا التصويت إما بتوجيه التوبيخ أو اللوم لرؤساء الجامعات الذين قاموا باستدعاء الشرطة، وفي بعض الجامعات الأخرى يتم التصويت على عزل رئيس الجامعة أو رئيسة الجامعة. وبالتالي هذا الاعتراض وهذا الانتقاد هو في الحقيقة مؤثر للغاية، ويعكس بالفعل حالة الامتعاض لدى العديد من الأكاديميين، خاصة وأن حالات الاعتقالات في المخيمات الطلابية طالت العشرات من الأكاديميين. في جامعة شيكاغو هذا الفض الذي تم الأسبوع الماضي، أكثر من 200 من الهيئة الأكاديمية في الجامعة قاموا بإرسال رسالة إلى رئيس الجامعة للتنديد بهذا الاستدعاء لقوات الشرطة. يقول الأكاديميون في رسالتهم إن رئيس الجامعة تخلى عن مبادئ حرية التعبير، وقالوا أيضا إن تعظيم الربحية لا يجب أن يكون على مصلحة أو على الحقوق الإنسانية وحق التعبير، في إشارة إلى مطالب الطلاب بقطع جميع العلاقات المالية ما بين الجامعة وبين إسرائيل. طيب بشكل عام إيهاب، ما الحالة في الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالحركة الطلابي؟ يعني هل هو في تصاعد أم على العكس هو يعني يتلاشى بانتهاء العام الدراسي في الكثير من هذه الجامعات؟ نحن أمام مشهدين في مرحلة ما بعد فض الاعتصامات الطلابية أو إنهاء هذه الاعتصامات. المشهد الأول حقيقة هو استمرار الاحتجاج، ولكن في حفلات التخرج على مدار الأيام الماضية، وحاليا تجرى العديد من حفلات التخرج في الجامعات الأمريكية. هذه الحفلات يصر أيضا الطلاب على إيصال رسالتهم من خلال الاحتجاج برفع الأعلام الفلسطينية أو حتى الانسحاب من الحفلات أثناء إلقاء كلمات رؤساء الجامعات الذين قاموا باستدعاء قوات الشرطة لفض المخيمات الطلابية، وكذلك في الحفلات التي استضافت مناصرين لإسرائيل. وبالتالي هذا المشهد متكرر للغاية هذه الأيام في العديد من الجامعات الأمريكية، ربما في أكثر من 10 جامعات وأكثر من 10 حفلات تخرج أقيمت حتى الآن. هذا المشهد يؤثر بالتأكيد على تنظيم حفل التخرج نفسه، وحتى لأن رؤساء الجامعات في بعض الجامعات قاموا بإلغاء حفل التخرج الكبير واكتفوا بتنظيم حفلات تخرج صغيرة في الكليات التابعة للجامعة. في بعض الجامعات الأخرى استدعت قوات الشرطة بأعداد كبيرة أيضا لمحاولة للسيطرة على الطلاب الذين يقومون برفع الأعلام الفلسطينية أو يعني يهتفون ضد رؤساء الجامعات أو الذين يلقون بكلمات وهم في الأصل قاموا بفض هذه الاعتصامات الطلابية. وبالتالي مشهد الاحتجاج هنا في الاعتصامات الطلابية في الجامعات ما زال مستمرا، ولكن بشكل آخر على صعيد التنديد الأكاديمي من الأكاديميين في الجامعات، وكذلك على صعيد حفلات التخرج. وفي المقابل أحمد يجب أن نشير إلى أن هناك دعوات قضائية تم رفعها من طلاب يهود وتحديدا في نيويورك ضد جامعة كولومبيا، يقولون فيها إن الجامعة سمحت بخطاب معاداة السامية حينما سمحت باعتصام الطلاب هناك. وبالتالي ما زالت حالة التوتر هنا في الولايات المتحدة قائمة وإن انتهى الاعتصام في شكل المخيمات وشكل الخيام. أشكرك شكرا جزيلا زميلي إيهاب العبسي مراسل الجزيرة مباشر، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من واشنطن.